في زمن تطور فنون القتال وتنوع أساليبها، يشهد العالم تزايد شعبية رياضة جديدة تحاكي تحديات الفرسان في القرون الوسطى. اليوم في نزال نلامس الماضي ونتعرف على قواعد منافسات البوهورت ونلقي نظرة على بعض مهارات القتال وتفاصيل طاقم الدروع. هذا ليس مهرجاناً أو تصويراً لمشهد في فيلم تاريخي، بل مسابقة بالقتال بأسلحة القرون الوسطى. ضيفتنا اليوم تحمل لقب بطلة العالم في منافسات البوهورت، والتي تتطلب ارتداء كامل طاقم الدروع لخوض نزالات تكاد تخلو من أي قواعد. أبدأ باللباس الداخلي. ما الحاجة إليه؟ نحاول في رياضتنا محاكاة معايير الماضي، هذا شرط. بصراحة لا أعلم ما الحاجة إليه. هذا السروال يلبسه تحت الدروع يخفف آلام حملها. يخفف من الاحتكاك على ما يبدو. رغم ضرورة محاكاة الماضي، فإن التحديثات مقبولة إلى حد ما. مثلاً يمكن ارتداء دروع من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ. الآن ألبس حذاء السباتون. ها هو. يلبس فوق أي حذاء؟ لا، لابد أن يكون شكله كذلك قريباً من الأحذية القديمة. كل الدروع يتم إعدادها وفق طلب خاص لكل فارس. وسطياً، ما هي تكلفة إعداد كامل طاقم الدروع؟ يعني أكثر قليلاً من 3000 دولار، ولكن يبقى السؤال من أي مادة ومن المصنع؟ الآن دروع الساق، دروعي مكشوفة من الخلف، ولكن الأفضل أن تكون مغطاة. هل تشعرين بألم عند تلقي ضربة سيف مثلاً؟ أجل، أشعر. هل تشعرين بألم حاد أم فقط بثقل الضرب؟ بألم حاد عند التسديد الصحيح. أنا شخصياً لا أضرب خصمي في الأماكن المكشوفة. يعني هذا ليس ممنوعاً؟ بل مسموح. النصال غير حاد، ولكن هل يسيل الدم في المسابقات؟ بصراحة لم أرى ذلك. عادة بعد المنافسات تؤلمني ذراعي، ولكن كما ترى بدون أي جروح. البوهورت ليس من أخطر الرياضات، حتى كرة السلة أخطر، أنا مارستها أيضاً. ولكن يمكن أن يصل الأمر إلى ارتجاج في الدماغ. هذا يحتاج إلى قوة كبيرة للغاية. ضرب الرأس مسموح بكامل القوة؟ أجل. ارتجاج الدماغ وارد في حال ارتدى الفارس خوذة لا تلائمه وتلقى ضربة ثقيلة بالمطرد من خصم قوي جداً. هذا وارد عند الرجال، نحن لا نتنافس مع الرجال، فقط نتدرب معهم، وفي التدريب يحرصون هم على سلامتنا. وهل توجد فئات وزنية؟ لا، لا توجد فئات وزنية في البوهورت. كما ترون، فإن رجلي مكشوفتان من الخلف، وباستطاعة خصمي تسديد ضربة إلى هنا. يمكن ركل المؤخرة مثلاً. نعم، ولكن هذا ليس من الأخلاق الرياضية. أصعب شيء هو لبس السترة بسبب الأحزمة الكثيرة فيها. ساعدني من فضلك. على شكل فراشة؟ نعم، توجد على السترة أربطة تسمى arm points لتثبيت الدروع، وأحياناً يمكن شدها بأسلاك من حديد. الآن أطبق دروع الساعدين، وها هي دروع المرفقين. وزن كامل الطاقم حوالي 20-30 كيلوغراماً، ولو كانت الدروع فولاذية لكانت أثقل. وهل يمكن الضرب بهذه الدروع؟ نعم، مسموح. فول كونتاكت، الضرب مسموح والمصارعة مسموحة أيضاً.
الآن عليك أن تساعدني في ارتداء السترة الشراعية، لأن الدروع ستتشابك فيما بينها. للإزار مهمتان، الأولى أنه يحمل رمز النادي، نادينا بويارد، يرمز له الأسد الأحمر. والمهمة الثانية للإزار هي أنه يخفي الأماكن المكشوفة بين الدروع. ما الغاية من هذا الحزام؟ لجمالية المظهر فقط، حتى يرى الجميع خاصرتي. مثل قصة اللباس الداخلي. تماماً. قبل الخوذة ألبس هذا القماش على رأسي، الغاية هي تثبيت الخوذة وحماية الأذنين. أخيراً وصلنا إلى الخوذة. ماذا في الداخل؟ يبدو طرياً. أجل، سلامة الرأس من أهم القواعد. توجد كذلك حماية للأنف. بصراحة التنفس صعب في الخوذة، وهذا يتطلب منا التركيز على تدريبات زيادة قدرة التحمل وطول النفس. هكذا. هل يفلت بسبب الضرب؟ لا، علي ربطه من الداخل. يوجد هنا حزام، الرقبة محمية كذلك. ها أنا جاهزة. إيرينا، ما هي قواعد المنافسات؟ ما الممنوع وما المسموح؟ الطعنات غير مسموحة بتاتاً، يمكن استعمال الضربات الجارحة فقط. لا يجوز ضرب أسفل الركبة من الجهة الخلفية. يمنع ضرب القدم، ويمنع ضرب الرقبة وأعلى الظهر. عدا ذلك كل شيء مسموح. لاحتساب الفوز لابد من إسقاط الخصم، أي أن يلامس الأرض بأي شيء سوى القدمين. أعزائي المشاهدين، كالعادة أذكركم بأن تكتبوا في التعليقات ما هي المواضيع التي تريدون أن نتناولها في الحلقات القادمة. تابعوا نزال على جميع منصات التواصل الاجتماعي، اشتركوا في صفحاتنا، ضعوا لايك ولا تنسوا شير. أشكر لكم طيب المتابعة ودمتم بخير.